السلام عليكم حبوباتي، مرحبا بكم في القناة ديالي مرة جديدة. اليوم جيتكم وصفة جديدة تاني، هي الحساء ديال لقطين القرعة الحمراء. كنتمنى ينال إعجابكم وتجعلوا البلايك ديالكم إلي عجبكم وتبارطاجيو. غنديرو القرعة الحمراء اللي هي قطين باللغة العربية وبوتيماغون بالفرنسية، يعني هي هادي هي فينا هي بالنسبة للناس اللي ما تيعرفوهاش. عندنا بصلة كبيرة اللي شلتها عشوائية كما تنقولوا، حتى بطاطات صغارات مليحة، بزار، زيت العود، والثومة ناشفة. ودابا غندير زيت العود باش نشحر فيه البصلة ديالي بحدها. غنخليها شوية تتشحر، نزل شوية يدوب ماشي بزاف. من بعد ما شحرت البصلة ديالي شوية غنزيد عليها بطاطا، زي نخليها غير شوية تشحر، ونزيد عليهم واحد راس معلقة ديال الثومة. حتى باش كيعطيك صراحه كتعطي واحد البوز زوين في هاد لاصو وفي الحساء. ودابا ملي شحات ليا البصله مع البطاطا غنزيد الملح ديالي، الابزار، وغنزيد ليا قطين اللي نسيت ما قلتش لكم في الاول، غنخليه بالجلدة ديالو، غنحيش ليه الجلدة ديالو، عرفتي تيجي رائع، تيجي زوين بالجلدة ديالو. وغنحرك كلشي، نخليه واحد دقيقة ولا دقيقة نتفى. دابا ملي خليتها تحرات ديال القرعة الخضراء تحرات شوية، غنزيد عليها الماء نغطيها شوية صافي، وغنسد عليها، غنسد عليها 20 دقيقة بحال هكاك باش تكون القرعة غتطيب، ما محتاجاش طيب بزاف. اللي طابت ليا القرعه وسميتو غنديرها في مولينيكس، ما عديش داك الميكسور خسر ليا، غنديرها في مولينيكس عاديه ونطحنها هنا. ودابا الوصفه الثانيه اللي غندير ليكم عباره على لا كريم ثقيله اللي ديزيد فيها الملحة والبزار، عدي طرانش دو جامبون، عدي سومو فيمي، عدي با دومي مع الفرماج غابي. لاكريم ديالي غنخلطها مزيان مع البزار ومليحة. كاين اللي كيبغي يزيد مع دوك لي زيرب دو بروفونس، انا ما غنديرهمش، غندير نخليها هكا عادية بالبزار والملحة كتجي زوينة. ودابا غندهن الخبز ديالي بهذه الطريقة، هادي كاع الوجه ديالو، وصدقوني راه تيجي رائع، كيجي زوين. دابا غنزيد لي طرونج ديالي هنايا، غندير هادو بلي طرونج ديال الجامبو ديال المرتديلا، وهادو غنديرهم بالصومو. هنا
ومن وراها غندير الفرماج الغابي ديالي نديرهم كاملين نسيت وحده كاع ما درتها ولكن صدقوني والله العظيم كيجيو رائعين وخفاف الوليدات وخا في شويه ديال الكغ مي معليش مي مره ما كنديرش هادشي ديما مره علاش واحد ما يمتعش وليداتو يديرهم داكشي اللي تيبغيو ها كنزيدو الطبقه الثانيه ديال الخبز ثاني باش نغطيو هادوك تسدو مزيان صبر ما يحتاجو راه مع الفرماج غيتسدو مع الفرماج غيتسدو فوالا نديرو بحال هكايا ساهلين ماهلين ما تيضيعوش كاع الوقت كاع 10 دقائق هو كلشي مديور من وراها غندير شويه ديال لا كريم الفوق من وراها غندير ثاني شويه ديال الفرماج غابي من الفوق نحاول نغطي الوجه ديال الخبز في اللاطه ديالي باش ندخل من الفرن ان شاء الله كنتمنى الفيديو نال اعجابكم وتجربوا الوصفه ديالي ان شاء الله حاجه واحده اللي نسيتها لكم هي ما قسمتش الخبز على جوج سمحوا لي شهيه طيبه وكنتمنى الفيديو ديالي يعجبكم وتشجعوني ان شاء الله باللايك ديالكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.